المحاضرة دي طويلة شوية، وهي المفروض إنها جزء من ورك شوب، فيعني أنا إيه هفضل ماشي كده لغاية ما هيقولوا لي ميعادك خلص هنروح موقفين. اللي هي أساسا مطلوب مني إن أنا أكلمكم على البلبك أستيوتوميز. والبلبك أستيوتوميز أساسا الهدف بتاعها هو الكونتينمنت، لأن أكوردنج تو أور نوليدج النهاردة إن أهم حاجة أنت محتاجها عشان الهيب ما يجيلهاش أوستيوأرثرايتس هي البروبر كونتينمنت، يعني مش جاست كونتينمنت، لا بروبر كونتينمنت، يعني الهيد موجوده جوه الاستابلم والستريسز اللي على الكارتج متوزعه بالتساوي مش فوكست على حته واحده. يعني ايه؟ يعني هو العيان اللي عنده ديسلوكيتد هيد بيجي له اوستيو ارثرايتس؟ لا ما بيجيلوش اوستيو ارثرايتس. الله يستر، واحنا بنعالج عيان الهيد بتاعته مخلوع عليه ليه؟ لونج تيرم ايه؟ مش كارتج في الاستلم. طيب ما هو مش هيجي له اوسع ارثرايتس اصلا. لا هيجي له. لا ديسلوكيتد هيب. عيان عنده كونجيتال، مش كونجيتال هيب ديسبليزيا، لا كونجيتال هيب ديسلوكيشن. ده بقول لك الهيد مخلوعه، يعني مفيش كارتلج على كارتلج. يبقى هيجي له اوستيو ارثرايتس؟ لا مش هيجي له اوستيو ارثرايتس، مش هيجي له الهيد بره الاستابل، مش هيجي له، لكن احنا بنعالجهم عشان هيفضل طول عمره ماشي بفريندلنبرج، هيبقى عنده ستريسز اب نورمال على السباين وعلى الهيب ني وعلى الهيب، هيبقى عنده هيب بين بس مش من اوستيو ارثرايتس. تمام؟ فبالتالي احنا الهدف بتاعنا كونتينمنت انها تبقى جوه وانها تبقى الستريسز ايفنلي ديستريبيوتد، مش كده؟ طيب ده يعني يستلزم مننا ان احنا نبقى فاهمين الباثولوجي بتاع كل ديزيز احنا بنتعامل معاه. والبوينت ده ضعيف. ده ضعيف جدا. فدي الحاجات المفروض المحتوى بتاع المحاضره اللي احنا هنتكلم عليها. وبالتالي الهدف بتاع الكونتينمنت انا ممكن احققه ب فيمورال اوستيوتومي لو هو ده اللي هيحقق لي الهدف اللي انا عايزه، او بلفيك اوستيوتومي. تمام؟ دي بيبر كنا في جي بي جي اس. في بقى مشكله هنا هو في تقييمنا للامور. انا ما بقول لك العيان ده عنده هيد ديسبليزيا او الهيد مش موجوده كويس جوه الاستابلم، ببني كلامي ده على اساس ايه؟ اول ما بيتولد على اساس التراساوند، مش كده؟ طيب وبعدين بعد ما بيكبر شويه يبقى كلامي على اساس ايه؟ على اساس اكس راي، ونقيس بقى نشوف الراينر انجل والشنتر لاين والحاجات دي كلها، صح؟ مشكله الحاجات دي كلها انها تو دايمنشنال، تو دايمنشنال، في حين ان احنا في الحقيقه 3 دايمنشنال. يعني معنى كده ان انا ممكن يبقى عندي عيان الهيب بتاعته باينه انها عند ايده الشمال الشنتر لاين مظبوط وجميل جدا، لكن الهيد قدام او ورا، صح؟ وتطلع لي في الاكس راي انها شكلها ايه؟ كويسه. طيب او في الادلت طبعا برضه بنفس المشكله. الحاجه الثانيه ان العيانين دول بيتصوروا ايه؟ وهم نايمين، مش كده؟ سوباين. هو انت بتنام سوباين في عمرك كام وقت في اليوم؟ 8 ساعات؟ ولو وقت المذاكره بتبقى 12 ساعه، صح؟ لكن يعني اكثر من كده مفيش، مش كده؟ لكن انتوا دلوقتي في حد فيكم قاعد سوباين؟ مفيش، كلنا قاعدين، يا اما انا واقف يا اما ماشي يا اما بتتحرك. وبالتالي التو دايمنشنال اكس راي في اوكورد بوزيشن، انت اصلا العين بتاعك ما بيبقاش موجود فيه اغلب الوقت، وبالتالي حتى لو الاكس راي مطلعه لي انه كونتين، ده ممكن يبقى لو هو في دايناميك انستابيلتي هتبقى ايه؟ هتخدعني، صح؟ وبعدين الحاجة الثالثة إن تفكيرنا أصلاً في الـ في الـ في الـ في الهيب عامة في مشكلة. أنت ما بتبص على الستريسز بتاع الأنكل، أنت بتفكر في الرياكشن جراوند فورس من تحت لفوق، صح؟ لكن تفكير ناس كتير في الني والهيب إنك بتفكر من فوق لتحت. يعني بتفكر الراس وزنها نازل على السباين وبعدين بيتوزع، فين اكشولي أنت بتفكر في الرياكشن فورس اللي هي من تحت. وهتشوفوا السيجنفكنس بتاع الموضوع ده.
فزي ما اتفقنا الاستبلم ده حاجه 3 دايمنشنال، ودايما اي حد بيتمرن معايا او بتكلم معاه بقول له دكتور العظم كويس لازم يبقى بيفكر 3 دايمنشنال، لان احنا مشكلتنا ان احنا بنتعلم والترمينولوجي بتاعنا كتير قوي مبني على بلين اكس راي، نقول فارس فالجر فلكشن اكستنشن، ان هو اكشوالي مفيش حاجه اسمها بيور فارس، مفيش حاجه اسمها بيور فلكشن، هي كومباينيشن، هي بلين في النص ما بين الانتروكسير واللاترال. فانت لازم تفكر كل حاجه تفكر فيها 3 دايمنشن، وبالتالي حتى مثلا المحاضره بتاعت دكتور خالد او دكتور محمد او دكتور محمد رضا كلها لازم لما تفكروا فيها تفكروا فيها بطريقه 3 دايمنشنال. عشان كده انبسطت من دكتور احمد منها ان هو حاطط لكم ال 3 دي سي تي، فانتوا متخيل الدنيا ايه ان ريال لايف، مش ان هو انا شايف ان، لان دايما مثلا اسال واحد على سليت اف اف يقول لي في داونورد ديسبيسمنت مش كده؟ inferior وفي posterior displacement مش كده؟ هو actually لا هو inferior ولا هو posterior، هو plane في النص ما بين ال inferior وال posterior. فيعني لازم نفكر بطريقة 3 dimensional في كل الحاجات دي. عشان كده أنا هعدي طبعا الحاجات اللي هي يعني أقدر تسكيب في الموضوع، إنما يعني ده example كنت بعرضه دايما على أهمية ال hip stability في العينين بتوعنا بتوع اللانسمنج، عشان المفروض ان انا اما بفكر في اي عيان جايلي بيشتكي من مشكله في الهيب او في رجله بفكر دايما بالترتيب او بصلح التيبولوجي، وزي ما قلنا بفكر فيها 3 دايمنشنال، لما اتنين اشوف الجوينت ستابيليتي، وده زي ما قلنا عن طريق بروبر كونتينمنت اللي هو ان يبقى فيه تساوي توزيع ضغوط على الكارتج ما يبقاش مركز في حته معينه، بعد كده ماسل بالانس، بعد كده ليمب كواليتي. ماشي، سواء بقى العيان ده جاي لي عنده هيب ديسلوكيشن، فبالتالي هو جاي لي بانستابيلتي، فهو عايز يبقى ستيبل عشان يعرف يمشي، يبقى انا هحسن الاستابيلتي وبعد كده اطور رجله، مش اطور رجله وانسى موضوع الاستابيلتي. لحد دلوقتي ماشيين معايا؟ طيب، فبالتالي اغلب الحالات مثلا زي اللي هي دي كونجنتال شورت تيمر، قبل ما بطولها بعمل لها بيرز بارتياسمي عشان تبقى ستيبل، بعد كده بعمل لها التطويل، وده التكنيك اللي احنا على طول بنمشي بيه في كل الحاجات، سواء بقى اوستيوتومي في البلبس او ان انا اعمل بروفيلاكتيك فيكسيشن اثناء التطويل على الهيب. شايفين الفريم بتاع الاكسبيرنس اللي بطول بيه دي لازم يبقى اوفر ريل، يعني سيبكم من التكنيك بتاع التطويل، لان انا بتكلم على الصوره اللي فوق على الشمال، شايفين انا ماسك فوق الاستابلس عشان احافظ على الاستابيليتي بتاعه الهيب. طيب الاستابيليتي ديت، عشان افكر في الاستابيليتي، طب انا عندي مشكله ان هاب وفي طبق محطوطه فيه، مشكلتهم ان هما مش بايتين في بعض كويس، فانا عايز احسن البياد دوت او اللي هو بنسميه كونتينمنت. طب ايه مشكله الاستابلم؟ مشكله الاستابلم يا اما الاستابلم صغير بالنسبه للهاب يبقى ديفيشنسي في السيرفس اريا، يا اما مشكلتي ان الاورينتيشن بتاع الاستابلم مش مظبوط، يعني الاستابلم باصص لقدام اكتر من اللازم، يعني اسمها انتي فيرشن، او الاستابلم باصص لورا اكتر من اللازم يبقى اسمها ريترو فيرشن. تمام، يا اما المشكله الثالثه ان شكل الاستابلم نفسه مش مظبوط، يعني الاستابلم مفلطح اكتر من اللازم، انا عايزه يبقى كاب شيت عشان يبقى يحكم على الهاب. يبقى ايه هم الثلاث مشاكل اللي انا ممكن الاقيهم في الهيب او الاستابلر ديسبليزيا؟ ها، يا اما السايد او اسمها السيرفس اريا، يا اما الدايركشن، يا اما الشيب. خلاص، يبقى هم دول الثلاث حاجات اللي على اساسهم انا بدور على العلاج، واللي على اساسهم انا هختار نوع الاوستيوتومي البلب الاوستيوتومي اللي هستعملها عشان اعالج العيان دوت. ده ايكويشن احنا عاملينه عشان تؤسس العينين دول، عشان اوريكم مثلا ده شكل النورمال هيب وده السيرفس اريا بتاعتها، ده شكل الهيب بتاعت واحد عنده بوليو. شايفين هنا مشكلته ايه؟ السيرفس اريا بصوا قد ايه؟ صغيره جدا، وحساب السيرفس اريا ده سهل جدا، يعني مش مشكله كبيره يعني. فدي طريقه احنا بنعملها للسي تي، احنا لسه ما نشرناهاش بس شغالين فيها تمام؟ عادي برضو ايه البيبرز انما يبقى نرجع للفكر، انا عايز الهيب تبقى زي على ايدنا اليمين كده، كوره بايته جوه فنجان. تمام، ممكن الفنجان ده يبقى مفلطح، يبقى مشكله في الشيء، او الفنجان يبقى باصص في اتجاه
غلط، او ان الفنجان صغير بالنسبه لي الكوره، مش كده؟ ماشي معايا لحد كده؟ طيب ده طبعا الاناتومي المبتهل ده احنا يعني اوريدي خلاص يعني فاهمينه ومتابعين الحكايه دي. الاستيوتوميز اللي هي البلفيك استيوتوميز الانديكيشن الاصليه بتاعتها ان لازم الهيب تبقى موبايل. فاللي يقول لي انا هعمل بلفيك استيوتوميز ستيت هيب there is something wrong in your indication. ومفيش عندنا حاجه في البلفيك استيوتوميز اسمها ساذج بلفيك استيوتوميز. مفيش حاجه اسمها كده. يعني في تسمع يقول لك ايه الكياري دي عمليه بنعملها ساذج اوبريشن عشان يبني ستيف وملهاش امل. عشان العين بعد كده لما يحتاج توتال هيب يبقى الجراح يعرف يحط التوتال هيب بسهوله. لا سيبه هو حيان التوتال هيب احسن لو هي الهيب دي ما كانتش مفتوحه قبل كده. انما يا يعني العين هيستفيد يا اما هو مش محتاجها. وهنقول بعد كده طب ما الكياري دي معموله ليه يعني. طيب اي اوستيوتومي هنتكلم عنها هنفكر في الايه؟ هنفكر في المكان اللي هقطع فيه العظمه، هقطعها فين؟ نمره اثنين ايه الابروتش اللي هفتحه عشان اقطع القطع ده؟ نمره ثلاثه هلف العظمه في اي اتجاه؟ نمره اربعه الاسس اللي انا بلف حواليه العظمه. ده رول بنعملها في اي اوستيوتومي يعني مش بس البلفس، اي اوستيوتومي وبالذات بقى في البلفس هو ده اللي هيخلينا نفهم لان احنا بنبقى ديستراكتد جدا بالاسامي. يقول لك شولتر، لا دي اسمها تمبرتون، لا دي ديجا، وتلاقي بقى ايه في مجتمعات بقى جراحه عظام الاطفال بقى يقعد بقى دي ديت، لا دي ديجا، لا ده دي تمبرتون، ويقعد يتلهوا في الاسم وينسوا الفانكشن، ينسوا الوظيفه نفسها. طيب نبص على السولتر بحكم السولتر اشهر حاجه. القطع بتاعنا بنقطعه فين؟ بنجيب الستاتيك نوتش ونطلع على الانتيريور انتيريور هيد سباين. يبقى انا قطعت عن الايلياك بون. طب بلف بالعظمه في اي اتجاه؟ بلفها انترولاترال لان الهيد الاستامال ديسبليزيا بيبقى فيها انكفرج انتيريور صح؟ ولاترال فانا بلفها بحيث ان انا اعمل لها كفرج. والاكس اللي انا بلف حواليه السولتر ايه؟ سنسز بيوبس. انتوا معايا ولا في حد وقع مني؟ انا شايف ناس بتتكلم وناس ساكته كده متشوفه تقول ان انا مش متابع. كام واحد معايا في الحته دي؟ سولتر خلاص كله كده صح. فيبقى السولتر زي ما اتفقنا احنا قطعنا ابتدينا القطع بتاعي بالجيجلي سو. طب انا بفتحه انهي فتحه؟ الابروتش بتاعي ايه؟ سميث بيترسون بتاع انتيريور. تفتح انتيريور سواء انتيريور بالموديفيكيشن اللي هو بيكيني انسيجن او الانتيريور ابروتش المعتاد. بفتح بخش في البلين ما بين الابدكتورز بقلب الابدكتورز اللي هي التنسور والجلوتياي بيبقوا لاترال والسارتوريوس والفلكسوس بيبقوا ميديال. بخش في البلين ما بينهم ببقى على الكبسول ببقى فاضي الاليك بون لاترال وميديال سيرفيس بتاعها بقطع بالجيجلي سو من الستاتيك نوتش واطلع على الانتيريور انتيريور ايريك سباين. قطع بلف الاكسترنال بحيث ان يبقى عامل انترولاترال كفرج. يبقى معنى كده دي الاستاتيك دي ريدايركشنال ولا بغير سيرفيس ولا بزود يبقى بغير دايركشن. يبقى السولتر جزء من عمليات الايه؟ ريدايركشنال اوستيوتومي. طيب نبص على البامبرتون. البامبرتون ده انا فتحت بكشف اللاترال سيرفيس بتاع البلفس بمشي عليه بخش في الاوستيوتوم اندر واخش من عند الريم بتاع الاستابلم وانزل الشفه بتاعت الاستابلم من تحت. طيب يعني معنى كده الهنج بتاعتي بتبقى فين؟ اللي هو ترايبا ديز كارتج. يبقى الهنج بتاعتي ترايبا ديز كارتج. وقلنا ان الاوستيوتومي بتاعتي باجي من السوبيريور ريم بتاع الاستابلم وبكمل لغايه ما بقف قبل الترايوديت كارتج وبنزل الريم دي لتحت. طب يا معنى كده انا بغير الدايركشن ولا الشيب؟ بغير الشيب. بدل ما هو كان مفضح بخليه ايه؟ يبقى غويط كده. الريم بتاع الاستابلم بنزلها لتحت كده اهو. تمام؟ ماشيين كده؟ طيب الستيل او التريبل انوميلس ان انا بعمل اوستيوتومي بقطع عند الاليك بون وبقطع السوبيريور والانتيريور بيوبيك رينج وبغير الدايركشن. يبقى ديت ايه؟ ري دايركشنال اوستيوتومي. طيب الكاري
كان انا بعمل ايه؟ بخش بالاوستيوم فوق الهيب، تمام؟ وصل الهيب مع الانتير مع السبيرال فيبرال عن الايليوم، وازق الهيب كلها ميديال، ازق شايفين الصوره اللي تحت على اليمين، تمام؟ دخل الهيب كلها ميديال. طب يا معنى كده هو ده غير السيرفس اريا ولا غير الشيب ولا غير الدايركشن؟ سيرفس اريا. يبقى الكراري الانديكيشن الاساسيه بتاعتها ان انا احسن الكفرج، انا كده بزود السيرفس اريا. يبقى الانديكيشن بتاعت الكراري ان عيان عنده الاسمنت بتاعه صغير بالنسبه للهيد، فانا عايز ازود السيرفس اريا عشان اعمل ريديستريبيوشن للستريسز. عشان انت بتزود، انا نفسي هي ممكن هنا اهوت لو في هنا الحته المسافه ديت بيبقى فيها كبسول، الكبسول دي بتتحول لفايبرو كارتليج، فبيبقى كده السيرفس اريا بتاع الهيب بدل ما هي واقفه هنا بقت واقفه هنا. تمام؟ وهو ده الهدف الاساسي بتاع الكيان، مش الهدف الاساسي هو ميدياليزيشن في الاستابل. وعشان كده في حركه وعلى احيان بعملها بقوم فيها ان انا بدل ما اعمل ميدياليزيشن للهيب انا بفتح الهيب وينج بس، لان انا عايز ايه؟ انا عايز ازود السيرفس اريا. تمام؟ انما الكاري اصلا وصفتها مش عشان انه يغير الاستريس في حاجه على الهيد. والبديل الثاني بتاع الكاري اللي هو زي ما احنا شايفين، لا مش ديت في اللي جايه، اللي هي هتبقى فوق على اليمين اللي هي الشلف. بجيب بونج جراف واحطه اغطي بيه الحته الانكفر في الاسفل فوق على اليمين اهي، يبقى الشلف دي الانديكيشن بتاعتها ايه؟ ازود السيرفيس اريا. تمام؟ طيب. اللي فوق على الشمال دي الخط الكامل ده مكان الاوستيوس، والخط المنقط ده الاكس العظم اللي بتلف حواليه. اللي فوق على الشمال دي ايه؟ طيب يا جماعه بتسالوا يقول طب اللي جايبينها تمام. اه العينين خالص تريبل، تمام؟ واللي تحتيها دي موديفيكيشن للتريبل، بدل ما يفتح تو ابروتشز قام بيفتح ابروتش تنشتيل وراح كاسر الجنب السنس بيوبس على طول. وفي ناس على فكره كانت بتقطع سنس بيوبس نفسها يعني، بس طبعا دول مش كويسين قوي. طيب اللي تحت على الشمال، تحت على الشمال كاسر دي كيان، تمام؟ طيب اللي تحت على اليمين شن، جميل جدا. طيب هو انا لما بعمل ريدايركشن احنا قلنا ان الاكسس بتاعي حكيناه، طب الاكسس بتاعي في التريبل النومينال بيبقى فين؟ احنا قلنا في التمبرز وقلنا في السنتر وقلنا في الكاري كل دول، انما التريبل النومينال فين؟ الساكرو تيوبرس والساكرو سباينس ليجامنت. لان في ناس فاكره ان انا لما بلف انا كده قطعت العظمه عند الايليم وعند اليوبس وعند الايسكيم، يبقى كده العظمه حره. لا، هو اكشولي العظمه ما بتبقاش لسه حره، لان لسه الساكرو تيوبرس والساكرو سباينس زي ما شايفين في الصوره اللي في النص لسه ماسكين الفراجمنت، وبالتالي هم دول بيبقوا الاكسس اللي بلف حواليه. طب هو انا احسن حاجه الف حواليها هي ايه؟ هيد اوف ذا فيمر، مش كده؟ كل ما كانت الاوستيوتومي بتاعتي اقرب لمكان الديفورميتي كل ما احتجت للترانسليشن اقل، صح؟ مش دي قاعده من القواعد بتاعتنا في الديفورميتي كوركشن. فبالتالي الهدف والامل وكل اللي احنا شغالين فيه هو ان احنا نحاول نقرب بالاوستيوتومي بتاعتي من مكان الديفورميتي. وعشان كده احنا ليه بنعمل سيرجيكال هيب ديسلوكيشن في حالات مثلا السليب ابيرسس؟ عشان عايز اقرب من مكان الايه؟ الديفورميتي. زي ما الدكتور خالد عبد الغفار قال لكم كل ما بتبعد عن مكان السليبج كل ما تلاقي نفسك بتضطر تعمل ايه؟ ديفورميتي ثانيه وترانسليشن ثاني، تمام؟ طيب. طب ديت ايه؟ اللي هيقولها هديله هديه. لا 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 مش دي، في واحده جايه اللي هيقولها هديله هديه. عشان دي سهله دي. ها؟ شدد. ايه؟ شدد. كام واحد يقول سولتر؟ كم واحد يقول تمبرتون؟ تمام، هي فعلا تمبرتون، تمام. طيب ديت هي دي اللي ليها دي.
دي ايه يعني؟ لا انت غشاش ولا كده يعني؟ نروح هنا بقى ليه؟ وفعلا انها ريشيتنج، انا بغير الشكل. امال ايه الفرق؟ مش بس تحط الجراف فين، والهنج بتاعتي فين؟ الهنج بتاعتي في البمبرتون احنا قلنا فين؟ دين. لكن في الديجا ها؟ لا، في الديجا بيبقى الادج بتاع الفاتيك نوتش بيبقى الموست بوستيرير بارت اللي هو ده اللي هو هنا. هو ايه اللي بيعمله؟ هو بيقطع في الاوتر كورتكس بتاع البلفس بالظبط زي البمبرتون، تمام؟ لكن بنروح قاطعين كمان حته زياده انتيريورلي من الانر تيبل بتاع الالياك وينج، ماشي؟ وبفتح بحيث الفتحه بتاعتي ما تبقاش بس لاترال، تبقى انترو لاترال، فتبقى الهنج بتاعتي مور بوستيريور، فتبقى عند السياتيك نوتش، تمام؟ وعشان كده احدى الكلمات اللي انت تسمعها كتير يقول لك الديجا كويسه انها بتعمل ستابيلايزيشن بوستيريور. اكشلي ذاتس نوت ترو، انت اصلا بتعمل كفرج لاترال او انترو لاترال، انما هي الديجا ميزتها انها ما بتعملش ان كفرج بوستيريور. ليه ما بتعملش ان كفرج بوستيريور؟ عشان الهنج بتاعتها بوستيريور. فبالتالي انت تسمع الواحد يقول لك ايه الديجا كويسه في السي بي، ليه يا عم الحاج؟ عشان في السي بي الهيد بتخلع بوستيريور، فالديجا بتعمل ستابلايزيشن بوستيريور. لا، هي الديجا ما بتعملش ان ستابلايزيشن بوستيريور، لكن هي الديجا معموله للستابلايزيشن انترو لاتر، تمام؟ وعشان كده ارجع اقول لكم تاني، ما تتلهيش بالاسم. انا الانستابيلتي فين؟ الاكسبلم رايح فين؟ انا عايز اعدله. شكله ايه؟ انا عايز اصلحه. السيرفس اريا بتاعته ايه؟ عايز ازودها او اقللها، تمام؟ لا عشان تمام. هسرع في الاوستيوتومي اللي هي بقى شغالين فيها دلوقتي واللي اغلبنا بنعملها في الادلت، اللي هي الجانز، لان الجانز هي والدايل هما الاثنين الوحيدين اللي السنتر روتيشن بتاعها هو الايه؟ الاسبلم نفسه. ليه؟ لان هو في الجانز انا عملت ايه؟ انا قطعت هنا سنس بيو عند السبيو بيو كريمس، وقطعت هنا وقطعت هنا اهو وهنا اهو، ده كده من الانر سيرفيس. يبقى كده الاتاتشمنت بتاع الساكرو تيوبرس وساكرو سباينس بعيد عني، مش معطلني، تمام؟ طبعا مشكله الجانز انها تكنيكالي ديماندنج، بتشرب فيها كميه اشعه كثيره زائد انك بتحتاج اوستيتون مخصوص، وعشان كده احنا عملنا موديفيكيشن ليها ومفروض انها هتتنشر قريب. احنا كنا قدمناها قبل كده اكثر من مره وهننشرها قريب في يعني في كلينيكال اورثوبيدكس، اللي هي ان احنا بنعمل ابروتش فخر لانجن باك. انا ايه مشكلتي في العيان ده؟ مشكلتي ان انا عايز اشوف البوستيريور كولم وعايز اشوف السوبيريور، فاحنا بنفتح كوخر لانجن باك ومعايا تروكانتريك اوستيوتومي، فانا كده ببقى شايف البوستيريور كولم اندر فيجن وشايف الاليك وينج اندر فيجن، فانا بعمل الاوستيوتومي بتاعتي حوالين الاسابلم من غير اي مشاكل، ويبقى فاضل لي بس السوبيريور بيوبيك ريمس، بروح فاتح عليها ابروتش صغير اللي هو اللاترال بورت بتاع الاليو انجواينر وراح كسرها. فيعني ده بيخلينا يعني نعمل التكنيك ده من غير ما نقعد نشرب ايمج كتير ومن غير ما نقعد يعني نحتاج لي سبيشال انستمنتس. فعشان كده الجانز مريحانا في الموضوع ده. في اللي هي كيرف بيري اسابل اورثيوتوم، دي انا كنت سافرت اليابان حطها مع نايتو اللي هو عاملها، دي تكنيك ظريفه جدا وسريعه وصاروخ يعني، بس عيبها انها محتاجه الاوستيتومات اللي هي تحت على اليمين دي. يعني هي اوستيتومات موجوده ممكن تصنعها، مش قضيه، بس يعني ما يعني ما تهمنيش. طيب عشان ايه؟ تستيك تو تايم. تفتكروا عندنا نعمله ايه؟ شايفين الناحيه الشمال صح؟ الناحيه اليمين. انت ايه دوت ده عيان كويس انك تلفله للاستابلم، يعني تعمل له ريديستريبيوشن، تمام؟ طيب. طب ديت بقى. يعني ده 22 سنه و زي ما انتم شايفين، ده السابلم حجمه كبير ولا قليل؟ قليل. طب والدايركشن بتاعه؟ بايظ، مش كده؟ والشيب بتاعه فلات. طب انا هنا اهو انا عندي ثلاث مشاكل، يبقى البرايورتي بتاعتي اعمل ايه؟ يبقى السيرفس اريا هي اهم حاجه بفكر فيها في حاجه زي كده، وعشان كده عينه زي ديت دي عملنا لها كيان، تمام؟ فهي الحكايه مش انت لازم تبقى بتقسم اولوياتك، وعشان كده لما تلاقي حاله زي كده عندك الثلاث مشاكل
انت بتفكر فيه انك عايز تحسن الاستابيليتي. اهم حاجه لتحسين الاستابيليتي هي اني ازود الايه السيرفيس اريا. تمام. فده اللي يعني الجزئيات الاساسيه بالنسبه للفيلفت اوستيوتوميز. اعتقد ان انا هوقف هنا اهوت. ولو في حد عنده سؤال يعني اسمعه اتفضل. ولا سؤال؟ تمام. ممكن دوت. تمام. عايز تزعل على حاجه فيه؟ مش فاهم ازاي يعني. انسان تامبرتون. تامبرتون العيان دوت عنده الاسكابلت مفتح ماشي وعامل كده وانت عايزه يبقى اقوى صح؟ فانا دخلت من فوق الريمو بتاع السابلت من اللاترال من هنا ونزلت الريمو بتاع السابلت كده مش كده؟ صح؟ فانا قطعت الاوبتيومي بتاعتي في الاوتر تيبل اوف ذا ايليا كوين او ايليا كوين تمام؟ بحيث ان انا بنزل كده ويبقى المنج بتاعتي هي اسمها ايه؟ راي راديال كارتج. لكن بقى في الديك عيب الحكايه ايه؟ هو انا غيرت شيء هو انا غيرت شيء صح؟ بس انا ضحكت عليك لان زي ما قلت لك فكر في دي انا عملت الاستابلم بقى كده فبقى كفرنج اكتر لاترال صح؟ لكن هو الاستابلم كان دوريه بقى عباره عن ايه؟ اوبن صح؟ دوريه ولا لا؟ لان هو اكشلي انا الرينج دي اما ضغطت عليها من فوق كده هتروح فاتحه من قدام وورا مش كده؟ فبالتالي عيب التمبرتون انها لو عملتها في بعض الناس تلاقي الهيد تبقى عايز تطلع ورا لان انا وسعت لها قدام يا محمود ارحمني تمام؟ طيب النتيجه بقى قال لك طيب انا اللي هعمله ان انا الهنج بتاعتي مش هتبقى قدام عند التراي راديت كارتج ده انا هنقل الهنج بتاعتي بوستيريور عند الستاتيك نوتش يبقى هقطع اكتر قدام من ورا يبقى هو فاتح قطع لاترال بس لاترال وانتيريور والهنج بتاعته بقت بوستيريور فبالتالي اما حصل التشينج من الراوند للاوبن بقى في اكسس مش انترو بوستيريور بقى اكسس انترو سوبيريور فهمت ولا توز مني ماشي دي ممكن اشرحها لك على ورقه يعني هي طبعا الحاجات دي يعني زي ما بقول لك دي يعني محاضره جزء من ورك شوب اتفضل ما انا فعلا انا بعمل كده ما انا عشان كده انا زي ما قلت لك انا النهارده انا بعمل بلبك اوستيوتومي انا عمري ما بفكر اسم الاوستيوتومي ايه انا بفكر انا عايز اعمل كفرج فين وبظبط نفسي سيرفس اريا شكلها ايه انما المسميات ديت دي لان هو اصلا الموضه بتاعت المسميات دي خلصت يعني الطب لغايه الخمسينات واوائل الستينات كانت موضه ان ايه هانجنتون كوريا كياري اوستيوتومي كل واحد يشوف له حاجه يقوم ايه عايز يعني كده بقى هو هيعيش الى الابد والناس بقى هتقعد يعني تفتكره انما الموضه دي اصلا ماتت من اوائل الستينات فهي الحاجات دي كلها طالعه من البيبرز بتاع الزمن العتيق عشان كده حتى جانز قالوا له هنسمي الاوستيوتومي بتاعتك جانز قال لهم لا ما تسموهاش جانز سموها بيري اسيرال اوستيوتومي او برنيز اوستيوتومي تمام لكن ما تسموهاش جانز الناس بتسميها جانز كده يعني لان هو اصلا دي حاجه فيري اولد فاشند يعني فهي الناس كانت بتوصف اوستيوتومي وتسميها باسمها مش اكتر ماشي فانت دونت جيت ديستراكتد بالاسامي في الامتحان قول الاسمين اللي يعني يدوك الدرجه وتروح بيتكم انما ان ريال لايف مش هي دي مش هي دي الحقيقه طبعا يعني مثلا عندنا ده سؤال مهم قوي احنا عندنا الجان ما ينفعش تعملها في الكليتري اماتيور ليه جان ما ينفعش نعملها في الكليتري اماتيور عشان التراير دي كارتج انا لو انا بقطع هعور التراير دي كارتج فبالتالي ما ينفعش اعملها في الكليتري اماتيور تمام فدي لازم تبقى
في ناس أضل أو سكليتالي ماتيور. إنما واحدة زي السولتر ينفع عملها في سكليتالي ماتيور؟ ما ينفعش، لأن السيمس بيوبل بيبقى ريجل وحصل له ماتيوريشن، فأنا ما عرفش ألف حواليه. فأخرج عادة بيقول لك أبطو 8 سنين يعني. إنما يعني أنا شايف إن بعد 6 سنين اللي يقدر يعمل سولتر دي قوي، سولتر يعني اللي هي إنه يلف حواليه سيمس بيوبل يعني. فهي يعني طبعا السن بيلعب دور في اليونت العظم البلاستيستي بتاعته اللي في الافكتيف اللي انت خايف عليهم كل ده. تمام، شكرا جزيلا.